السلام عليكم حبابي وحباباتي، كيف حالكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن حال واحوال ان شاء الله. اليوم حبيت نشارك معكم طريقتي البسيطه في تحضير البسطيله ديال الحوت. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا، احسن حاجه نبداو بهذا الفيديو هي الصلاه على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كتشوفوا البسطيله ديالي كنديرها عائليه اولا فرديه هكا صغار. المهم تبعوا معايا وغتشوفوا الطريقه، وتزين على حسب الذوق ديالكم على حسب نظره العين ديالكم. انا زينتها بالكيغدو اللي فيهم القمرون وطوماط سوغيز والزيتون الاسود مع جبن ديال الساندويش قطعته هكايا وريضات صغار صافي، وطرونش ديال الحامض. المهم على حسب الرغبه ديالكم على حسب الذوق ديالكم. يلا معايا نشرع ان شاء الله في تحضير البسطيله. كنحضرها يعني بالموجود اللي وجد عندكم تاع الحوت، يكون اي حوت ابيض الا واحد السمك. انا جربتها به وما عجبتنيش السمك هذا. كنصحكم البنات ما عمركم ديروا به البسطيله، والصغار او الفرخ ما كيجيش زوين بزاف. المهم الحوت اللي احتاجيت انا فيه، درت هذا ديال القرش، كالامار، قمرون، ودرت شويه تاع الصول، ودرت الحوت الابيض الكبير شراهو. وهاد القشور كي شتو البنات راه كطبخو مزيان، والماء ديالهم هو فاش كنسلق الشعريه الصينيه ديالي. الحوت هذا ما كنقليش بحال هذا الكبير، ما كنقليش كندخلو الفران صهاد. دابا الشرموله اللي غنبداو فيها البنات، ها نتوما هذا قزبر ومعدنوس عندي من كونجي ماشي مشكل. باش غنصاوبو الشرموله ديالنا كنحتاجو في صوص الثومه على حساب الرغبه. المهم درت ثلاثه هكايا، وضويمه ديال الثومه باش كتعزز المذاق ديال الثومه هذا مع الشرموله، ضامه ديال الحوت تاع السمك، قزبر يابس من فوق معلقه شويه على حساب الرغبه البزار، شويه سكنجبير، شويه ديال التحميره حلوه، والهريسه اللي بغاها، وشويه تاع الكمون. هريسه كندير لنا غير شويه وتا من هذا من بعد عاد كنحط، وشويه ديال الصوجه ديك الخاطره بزاف، وهذا الصوص ديال السمك باش كنصاوب. هذا كتجي لذيذه وكتجي زوينه، ما كنحتاجش فيها الملحه لان الضويمه مالحه والصوص صوجه مالح. هذا عندي الكاتيف كتر يعني هذا، وهذا الصوص ديال السمك حتى هي مالحه، ما كنحتاجش انا الملحه وكتجي هي هذه. كيشتو البنات دابا غاد قادو الشرموله ديالنا. الشرموله هي اللي معتمده عندنا، وهي اللي غندير في الحوت كامل، غندوز به الحوت كامل. المهم تبعوا معنا ما نحرقش المراحل. الصوجه شي خاطر هذه زوينه كتعجبني انا على ديك الاخرى الخفيفه، تعجبني الثقيله. المهم هادي هي الشرموله ديالنا، كنخوي فيها شويه ديال شويه الزيت وشويه العصير تاع الحامض ما ذكرتوش، وشويه هذا الصوص ديال السمك ما كنكثرش منها بزاف كاع، شويه تقريبا بحال هكا تجي معالق كبار هكا عامرين، حيت مالحه بزاف. مالحه غير هي كتعزز داك المذاق ديال الحوت البنات، الا كانت احسن ديروها زوينه تخلي الحوت المذاق مجهد كيبان الحوت بزاف، المذاق كتعزز ديال السمك كتجي زوينه وما كتحتاجش الملحه، لان هادشي كامل اللي درت شويه الهريسه مالحه شويه الضويمات مالحين، يعني ما احتاجيتش الملحه نهائيا. صافي شويه الزيت كيشتو البنات، خدت شويه الزيت زيت روميه، وكنخلطو واحد تقريبا ربع كاس ديال الحامض معصور باش كنديرو الصوص ديالنا بالشرموله ديالنا اللي غنحتاجو في لهاد البسطيله ان شاء الله. جربوها البنات تعجبكم بهاد الطريقه. والسمك البنات اللي موجود المهم يكون بيض اللي موجود عندكم، وما كنكثرش في المقليات. دابا الصول اللي غنقليه الوحيد اللي غادي نقليه بالنسبه لكم مراحل حيت الا درتو في الفران كيشربوا الفران دغيا، هو ما الهبره ديالو خفيفه ضعيفه بزاف، ما مهبرش بزاف، يعني ما يحتاجش شي بحال الحوت الكبير كديرو في الفران، كديرو في الفران كيصهد غير واحد شويه كيجمع راسه صافي، ما تخلوش حتى يشرب ينشف.
صافي كيجي ساهل، وكتخليه بالجلده ديالو بالقشره ديالو، غير كتحيد المصارون داك الشيء، كتملحيه وتبصري وتدخليه الفرن. كتجيك ساهله تحيدي القشره هذه، غير كتهز كامله الهزه النقيه ديالو بحال شكل السر ديال المشوي، كيكون شويه كيكون قشره ساهله، القشره غير كتهز بحال هكذاك، وكتحتفظ عليه باش كيبقى حتى الحوت مزيان. دابا هنا في هذه المقيله البنات كنديروا شويه الزبده وشويه الشرموله، ما كنكثرش الزيت، كندير زبيده صافي بلا زيت روميه، غير شويه الزبده باش ما تلصقش لينا هكايا، وشويه الحامض نعز وشويه الحامض، وكنكون العافيه مرتفعه بزاف البنات مجهده نيت، كتعطيه صدمه باش ما يطلقش الماء ديالو القمرون، باش ما يطلقش الماء نهائيا، ما غيطلقش ليا الماء الصدمه من الاول. صافي ملي كنشرملو القمرون كنديرو في نفس المقلاه شويه تاع الزبده، ديما غير شويه الزبده، ما كنديرهاش من يد ما بالزيت ولا نهائيا، شويه الزبيده كتبننها في نفس الوقت. صافي وهنا نحط الكالامار ديالي، كالامار اولا سيبيا، بغيت يكون غير الهبره ديالو ملح، وسيبيا كتكون احسن كاع من الكالامار لان كتجي رطبه بزاف في الشيشه. صافي كدير مع شويه الشرموله هكا وكنصوطيها تما في المقله، وديما العافيه مرتفعه لا في القيمه ولا في الكالامار، العافيه مجهده بالمزيان باش كتعطي الصدمه السخونيه، كتكون مجهده ما كيطلقش الماء ديالو، كيشرب الماء ديالو كيبقى فيه محتفظ بيه ما كيطلقوش، في نفس الوقت كيتصوط مع الشرموله وما كنكثرش الشرموله البنات بزاف. هذا هو الماء اللي طيبت فيه القشور ديال القيمه، صفيتهم وحطيت فيه الشعريه الصينيه، ولا بانت ليا خاصها طياب لان الماء ما غيرطبهاش مزيان، غادي نزيدها نسلقها بالاحسن، ماشي نسلقها تغلى واحد شي ما خصهاش هي طيب بزاف ثاني، باش بقا شاده في بانت ليا باقا واقفه، غادي نشعل عليها غير تجيب الغليه واحد شويه صافي، وتشرب داك الماء ديال القمرون، البنه ديال القمرون. الصول هنا البنات هو اللي غادي نقلي شويه، دوزتهم شويه الطحين شويه الشرموله، صافي غادي نقليه، وغادي راك عرفتو الصول دغيا وخفيف، هو الوحيد اللي قليت في الزيت، ما كلشي دايس غير شويه الزبيده مصوطي وصافي. هنا غنقطع، شتو اللون ديالها كي كيبان لكم غوز، انايا البنات كندير الشعريه ديال الرز الصفراء، كتجي رقيقه وكتجي زويونه صحيه في نفس الوقت وزوينه، على ديك البيضه مابقاش حملت نديرها ما كنديرهاش. صافي هنا غنحط البنات الكالامار ديالي مع الشعريه، باش هذيك الشرموله اللي في الشعريه ما كنبغيش انا كثرت الشرموله بزاف في البسطيله عندي، علاش؟ باش كيبقى البنه الحوت غالبه كتذوقي الحوت ماشي كتذوق الشرموله وداك الشيء، غير كنعزز شويه كنشرملها واحد شويه باش كتغير كتبنن وصافي تزيد البنه. هذا القرش لحم الهبره ديال القرش البنات كيبغي شويه الشرموله شرملته شويه، غنصوطي مزيان، ولاحظ اللقطه ديال الحوت اللي دخلت الفران دوك جوج حوتات تبحات ليا البنات، لان الفيديو ما كذبش عليكم البنات راه فوق العام هذا صور، ويلاه مونطيتو يلاه يلا درت ليه المونتاج البنات، غير صغيره صاحبتي اللي كانت حاضره تحيه لنعيمه اللي كانت حاضره شافتني امتى صورت هذا الفيديو، واختك معكازه كتقول امتى غتحطيه امتى غتحطيه، يلاه اليوم كتاب لي هنايا البنات كندير الحوت صوت، المهم عطيتو لصاحبتي اللي كتنقي ليا راه معاوناني تحيه ليك اختي نعيمه الله يخطاك عليا، معاوناني نقات ليا الحوت نقات ليا تيسر الله يجازيها بخير. ايوا هذا ما كان، وتحيه للمتتبعات ديالي كاملين. المهم هذه المقله درت فيها الفطر والفقيع، حتى هو غندوز شويه الزبيده وشويه الشرموله، كندير غير شويه زبده، الزيت ما كايناش كيجي كتجيش ميدومه هذه، واللي كلا عندي كتعجبو كتجي لذيذه وكتجي زوينه ما كتجيش كتقهم. ها الصول هذا والحوت الابيض حتى هويا غنزيدوه هنايا، وغنخلي واحد شويه القيمون، ما قلتش لكم البنات خليت واحد شويه القيمونات خضرين عطاهم طرف، هذوك غنبين مونطي البسطيلات كنحطهم فيه، هذا اللي غنزين بها البنات، درت شويه الزبده وشويه الملح وداك الشيء صوطيتهم في سميتو في المقيله باش كيبقى بغيو كيتشمو، المهم باش كتزينو صافي. كي شفتو هنايا زدت شويه ديال الشامبينيون
وكذلك شامبينيون نوار حتى هما كنديرهم. ما تقدرش بزاف الحوايج ما تقدرهمش. صافي البسطيله ديالنا هنا وجدت كلشي الامور واجده. الفرماج حتى هويا محطوط راه بجنبي محطوط وما ذكرتوش حتى هو. تتبرد الحشوه ديالنا كنحكو فوق من الحشوه وكنخلطو حتى تكون بارده باش مي كتبدا البسطيله كطيب وتحطها كتجي معلكه من الداخل بداك الفرماج. الفرماج الاحمر ولا اللي موجود عندكم كنديرو في الحشوه حتى هو. كتشوفوا البنات هانتوما هادي درت ورقه واحده علاش لان ملي كنثني هاد الثانيه وكنعاود نرد عليها هكا كدوبل دوبل درتها كبيره كدوبل يعني بلا ما نحتاج ندير لها ورقه فوسط ورقه كنبيش كثر الورقه ديال البسطيله زين يعني ناكل الحشوه غير نجمع داكشي نجمعو يطيب قرمل وناكلو البنات ما كاينش كنبغيش نلقى طبقات بزاف ديال الورقه عاد نوصل للحشوه غير بيفي ندخل نلقى حوت موجود. هنا البنات الكاسرون اللي درت فيها شويه الزبده خليتها يعني شحرتها حتى ولات نوازيت يعني بندقيه اللون وزدت عليها شويه السيتروميه هي باش كندهن ورقه البسطيله ديالي باش كتجي مقرمشه ومقرمله. وعلاش كنديرها نوازيت البنات باش ما كيبقاش فيها الماء حيت الزبده كيكون فيها واحد الحليب داكشي ما يبقاش فيها باش ملي كتبرد كاع معاك البسطيله شويه شي ما كترطابش ما كتجيش ناديه كتبقى مقرمشه. هذا هو السر ديال الزبده غتردوها نوازيت وشويه الزيت طبيعه الحال. ها البسطيله ديالنا هذه دوبلت لها الورقه وما ديك الاخرى ما دوبلتش لها الورقه. المهم البنات ها البسطيلات ديالنا كي كتشوفوهم هماويين وخا فرديين راه تبارك الله تاكلي وحده تشبعي. هنا غندخلهم البنات للفران ما غندهنهم لا بيض لا والو نخليهم هكا كيطيبوا عاديين تحمروا. البسطيلات ديالنا تبارك الله وصل عندي عشاقة منهم غزالين. وكي كتشوفوا البنات هذوك اللي درتهم بحال الوريضه بحال هكايا بحال الكموسه كنقولوا كترجع لهم ورقه كيكونوا مضوبين. ها هما البسطيلات ديالنا وجدوا البنات ها هما زينتهم بالفرماج وكاشير. المهم على حساب اللي موجود عندكم كتزينوا به شويه تاع القمر واللي صوتات في البيضه الحامض شويه المعدنوس ممكن تلعبوا على الالوان اللي بغيتوا هكا ايوا اولا تديروها بسطيله كامله كبيره راه كيشتو في الفيديو هذيك اللي كنت صوتها كبيره الا كان عائلي يعني من احسن كتعجبني فرديه والحق كلها كياخذ وحيده قدام احسن من داك التقطاع وداكشي. المهم كله على حسب الرغبه اللي بغا واللي دابا كنتمنى البنات يعجبكم هذا الفيديو ان شاء الله وما تنساوناش من لايك وبارطاجيو مع احبابكم وصحابكم ما تنساوناش من اللي ما مشتركش معنا يشترك ان شاء الله واختكم شويه معجازه راه الفيديو تعطاهم الله خصهم يتمونطاو يشجعوني يديروا فيا الحماس نوطي لكم فيديوهات بزاف مصورهم ما شاء الله رفت كتاب زعما شنو نقول لكم لا اله الا الله اللي حيدي شويه العجز. ايوا انا الفيديو ديالنا الى اللقاء ان شاء الله في فيديو قادم ان شاء الله. يلا حبيباتي شكرا لكم.